السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا دكتور سعد الرشيدي، استشاري مسالك وأمراض ذكور وعقم. بتكلم معكم اليوم عن نقاط سريعة عن الخصيتين. نسأل كثير عن حجم الخصية الطبيعي، وفي بعض الأشخاص يسألون أن أحد الخصيتين تكون أكبر من الخصية الأخرى، أو أن إحدى الخصيتين تكون نازلة قليلا عن الخصية الأخرى. طبعا هذه كلها أشياء طبيعية، أن تكون إحدى الخصيتين أكبر من الأخرى، فهذا شيء طبيعي عند معظم الناس. طبعا الاختلاف بسيط جدا ولكن الشيء طبيعي. وأيضا نزول إحدى الخصيتين أو تدلي إحدى الخصيتين ولكنها في كيس الصفن أيضا شيء طبيعي وغير مقلق. مهم جدا أيضا، في حال لوحظ في الخصية آلام أورام أو انتفاخات، أو أن إحدى خصيتين ما هي موجودة في كيس الصفن، يبدأ الشخص يشعر بقلق، وهذا القلق يستدعي أن يذهب هذا الشخص إلى الطبيب للفحص السريري والمعاينة. قياسات حجم الخصية، أيضا هذا سؤال دارج، كيف نقيسها؟ تقاس بالفحص السريري، وهناك بعض الأدوات اللي ممكن تستخدم لقياس حجم الخصية، وأيضا بالإمكان قياسها بأشعة صوتية من قبل الطبيب أو من قبل طبيب الأشعة. ودمتم بصحة وعافية.